رحت من ثاني يوم من الرياض، مجيت الدكتور عثمان ربيعة، الدكتور دحان يسلم ينتظروني. فين هذا الوزير؟ قال ما في. كيف الوزير السابق اشتراها واخذها. طلبوا لي رسالة نائب وزير المالية اللي ما كان موجود استخدمها معقدة. رحنا من الكلية من الجامعة من الوزارة، الدرج بكسر، دخلت صالون مو صالون، ايش هذا؟ قاعد بالبلكونة، ايش هذا يعني؟ ايش قاعد فيها؟ هذا مكتبي؟ كيف مكتبي؟ يا عبد الرحمن لا تمزح، ما وقت مزح فين مكتبي؟ هذا مكتبي بلكونة قزاز بألمونيوم، هذا مكتبي؟ قليل لما تفلتك بالفرشة كله بشقق مطعم. لا حول الله يا أخوة. بدأ العمل، كان قبل ذلك حينما كنت في جدة ذهبت يوم الخميس أصلي في مكة الحرم أشكر الله سبحانه وتعالى. دخلت حج إسماعيل مش فرحوا لي، دخلت حولهم وسبحان الله من غير أحوال بين يوم الضحى. كل ما أسلم بالسلام عليكم السلام يجيني واحد يقول لنا فلوس عندكم، لنا فلوس عندكم، لنا فلوس عندكم. فلوس إيه؟ قال ما دي فلوس وزارة، لنا فلوس أخذ من الصحة الشهادة أردوا من عندنا أجهزة هذا فلوسهم. هو اليوم أفتي في الجال للوزارة أصر أخواننا دون العدوين العقداء مهموم وهموم ما بقى تبعد. رحت يا سيد حقوق بيته قلت له اسمع انا صرت اخوي كذا 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 انه المال زفت يبغاكم تنتبهوا تحرصوا انه تكون نزيهين. قلت الدكتور عثمان ربيع كان وكيل الوزارة قلت له شو المال اللي مطلوب قديش؟ اللي كذا سيبوه يعني 100 مليون 9 مليون 50 مليون ايش المبلغ المطلوب؟ قال لي حوالي 1200 مليون. كل ما انا ما مضبوط منه.